نشرة أخبار 8:15 من صوت لبنان مع تحيات باسمة أبو سرحال السكفوري والمخرج رودريك نمنم. العناوين: عمليات فرز الأصوات متواصلة لتحديد الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة. بايدن يحصل حتى الساعة على 264 صوتاً في المجمع الانتخابي مقابل 214 لترامب. الرئيس أمين الجميل للأو تي في: هيج نتكل على الخارج، نتكل شوي على حالنا، ما حدا معرقلنا اليوم تشكيل الحكومة بقدر ما نحن معرقلين. مشاورات إضافية حول الملف الحكومي والبحث يتركز حول توزيع الحقائب. 9 وفيات و1888 إصابة جديدة بكورونا وقرار إقفال البلد معلق. العالم أجمع يترقب نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فهل يعود ترامب إلى البيت الأبيض أم يخرج منه تاركاً الساحة لبايدن ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة؟ لبنان الذي يترقب أيضاً هذه الانتخابات منهمك بتشكيل حكومته التي تعترضها عقبات تحول دون ولادتها وتنتظر حركة مشاورات جديدة لتذليلها، لكن البداية أمريكية. بات المرشح الديمقراطي جو بايدن قاب قوسين أو أدنى من الفوز بالرئاسة الأمريكية بعد حسمه ولايتين رئيسيتين هما ويسكونسن وميشيغان اللتين استعادهما من الرئيس دونالد ترامب بعد أريزونا، وأصبح بالتالي لصالحه 264 ناخبا كبيرا. وفي حال فاز بولاية نيفادا التي تعطيه 6 ناخبين كبار سيبلغ عدد ناخبيه 270 ويصبح بالتالي رئيسا للولايات المتحدة. بايدن توجه إلى مناصريه قائلا: أنا لم آتي لأقول إننا فزنا، لكني أتيت لأقول لكم إنه عندما تنتهي عمليات الفرز نعتقد أننا سنكون الفائزين. في المقابل أثار الرئيس دونالد ترامب الشكوك حيال عمليات فرز الأصوات الجارية في ولايات رئيسية على غرار ويسكونسن وميشيغان وبنسلفانيا، متحدثا عن تزوير الانتخابات وظهور بطاقات اقتراع لصالح بايدن بشكل سحري. وبعد فرز 95% من أصوات جورجيا حصل ترامب على 49.7% مقابل 49.1 لبايدن حسب معلومات هذا الصباح. ولفت مركز إديسون أيضا قبل قليل إلى أن ترامب حصل على 50.1% مقابل 48.7 لبايدن في نورث كارولينا بعد فرز 95% من الأصوات. وأعلنت حملة ترامب أنها قدمت التماسا قضائيا طلبت فيه إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن، كما طلبت وقف الفرز في ولايتي ميشيغان وبنسلفانيا. وكان ترامب قد لوح باللجوء إلى المحكمة العليا إذا لم يتوقف عد الأصوات. وشهدت العاصمة واشنطن حالة من الفوضى والشغب في محيط البيت الأبيض، واندلعت أعمال عنف مع أحداث شغب أدت إلى حرق المتظاهرين الإطارات وإغلاق الشوارع والطرقات مطالبين بخروج ترامب من البيت الأبيض. كما تظاهر الآلاف من أنصار بايدن في نيويورك للمطالبة باحتساب كل الأصوات، بينما تظاهر أنصار ترامب في ديترويت في ولاية ميشيغان للمطالبة بوقف احتساب الأصوات وسط جو من التوتر وأمام مراكز فرز الأصوات أيضا في ولاية أريزونا. وفازت سارة ماكبرايد الناشطة في حقوق الإنسان والسياسية الديمقراطية بأغلبية كبيرة في انتخابات ممثلي ولاية ديلاوير في مجلس الشيوخ الأمريكي لتصبح أول متحولة جنسيا تصل لمنصب سيناتور أمريكي. ومن أخبار الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وبعد شهر تقريبا من وفاته بسبب كورونا فاز مرشح الحزب الجمهوري ديفيد أندال بمقعد في مجلس ولاية داكوتا الشمالية. الرئيس أمين الجميل دعا إلى الاتكال على الذات وعدم انتظار نتائج الانتخابات الأمريكية لتشكيل الحكومة.
هيج نتكل على الخارج، نتكل شوي على حالنا، ما حدا معرقلنا اليوم تشكيل الحكومة بقدر ما نحن معرقلينا. نحن يمكن انفعالاتنا أو أنانيتنا أو مصالحنا، هل يطور نحن ما أخطأنا كمان بالتعاطي مع أمريكا؟ هل يطور نحن ساعدنا أمريكا تساعدنا؟ لما جينا اتكلنا أن أمريكا جاي مع عصا سحري وهي بدها تشيل الزير من البير. هلا مثل قضية ماكرون، نحن ساعدناه، جاي زلمي ضحى زيارتين على بيروت بخلال شهر وعنده أزمات بفرنسا طويلة عريضة، إجا حط حاله محلنا وساعدنا، جينا نحن كبينا له مي سخنة وما سألنا عنه وأخطأنا بحق نفسنا وبعدنا لليوم ما قادرين نشكل حكومة. الرئيس جميل وفي حديث لمحطة الأو تي في دعا إلى اقتناص فرصة ترسيم الحدود البحرية لترسيم الحدود البرية. علاقتنا مع سوريا بين الرئيس اللبناني والرئيس السوري علاقات مبدئيا مستقرة أو ممتازة، فلذلك أنا بتعجب ليش ما بنستفيد من الظرف مرة نهائية طالما فتنا بهالمنطق، منطق التفاوض على الحدود، نضم الحدود البرية كمان لأن الحدود البرية موجودة بالمفاوضات، لأنه في نقطة عم ننطلق منها نقطة برية منها بالبحر، حتى نمد على الحدود البرية وننهي بقى هالمشكلة هذه، لا سيما وأنه وقت نتفق على الحدود البحرية بمكان ما بنكون بنعترف أنه لازم تكون منطقة آمنة. على الخط الحكومي لا جديد لافتا ما يعني مشاورات ولقاءات إضافية بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف في محاولة لتذليل العقبات. آخر المعطيات يشير إلى أن البحث يتركز حول عملية توزيع الحقائب ولاسيما الأشغال والصحة والاتصالات والطاقة. مصادر مطلعة لفتت أيضا إلى رفع سقف المطالب من قبل عدد من الفرقاء، ما بدل الأجواء التفاؤلية التي كانت سائدة في الأيام السابقة، إلا أن مصادر عين تيني تمسكت بالتفاؤل بقرب تشكيل الحكومة. تسع وفيات و1888 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 676 والإصابات إلى 87097 حالة. ينضم إلينا الآن وزير الصحة الدكتور حمد حسن. صباح الخير دكتور. صباحكم تتباسم وصوتي المستمعين الكرام. دكتور حسن، الكارثة وقعت والوباء خرج عن السيطرة، كيف يمكن أن نخفف على الناس الآثار السلبية؟ بدنا نتطلع لبعيد شوي ونشوف نحن عوين رايحين. بدنا نتطلع الدول المتقدمة واللي نظامها الصحي صلب وشو عم بتعمل، ونقتدي مثلهم بالحد الأدنى. أوروبا سكرت، في التزام، في قوانين، في دولة عم تقدر تقدم خدمات لمجتمعها. نحن بدنا بالقرارات نكون جديين مثل ما هني عم بياخدوها، وبدنا نتكل على حالنا أكثر للأساس لأنه الدولة عاجزة عن تقديم هالخدمات. نعم دكتور، خليني أقول أنه نحن عملنا إقفال جزئي نزولا عند رغبة الهيئات الاقتصادية والمطالبات التجارية والضرورات المعيشية، ولكن هل الإقفال الجزئي أدى للهدف المنشود اللي نحن بدنا إياه؟ هل وازن هالمواطن اللبناني بالمناطق المصابة بين حاجته للعيش ولقمة العيش مع خوفه على كل واحد عز عليه من الإصابة ومن الوفاة؟ أنا للأساس المعطيات عندنا سلبية، التعاطي لم يكن على قدر التحدي، وهذا بيستوجب علينا جميعا نروح على خطوات فعالة أكثر. طيب معالي الوزير، شو الخطوات يلي يمكن اتخاذها في حال عدم الإقفال العام؟ يعني كنا معولين حقيقة أنه نحن البلديات، أنا برجع بقول أنه ما فيك تحطي لكل مواطن خفير، بس اليوم البلديات للأسف ببعض المناطق صرنا نحن نهتم بالطرقات الرئيسية. أنا عم فوت عم بروح عم ببرم بالمدن وبعض المناطق المقفلة وعم شوف للأسف بالطريق الرئيسي انتكر، كل الطرقات الفرعية الجانبية كلها فاتحة، المطاعم الأساسية والمولات واللي هن عم بيلتزموا بضوابط أكثر من غيرهم مسكرين وملتزمين،
أما المحلات الشعبية للأسف ومحلات الأرجيل تبع الشبيبات والشباب والتجمعات داخل الأحياء للأسف ما حدا عم بيشبهها. هي مسؤولية بلدية، بس أقول مسؤولية الناس نسينا مسؤولية البلديات. طيب تفضلوا شو بدنا نعمل بالآخر؟ لوين نحن بدنا نضلنا رايحين؟ نحن اللي عم نعيشه هلأ للأسف هو مرحلة مرغما أخاك لا بصر، وبدو تتروح على الإقفال المطلق. أنا برأيي والأسبوعين اللي احنا عم نطالب فيهم، أنا بدي ناشد يعني إذا بدو يصير في اجتماع انتخاب رئيس الجمهورية أنه تتولى القوى الأمنية والعسكرية والبلدية والأمنية كلها تطبيق القرار، وإلا ما نفع. ما في داعي نعلن إقفال أسبوعين إذا نحن بدنا نضلنا نتعاطى للأسف بهاي الخفة. بعض المواطنين حتى ما أظلم، بعض المناطق سجلت 100 إصابة بأسبوع إقفال جزئي نزلوا ل 46. ما حرام أنا أظلم مناطق التزمت وناس حبست أنفاسها ببيوتها وناس مسترشقة مش فرقاني معاهم، إنه نحن منتزاكى وإذا طلع عندي إصابة بعطي رقم التليفون غلط. نقعد نحن وزارة الصحة الأطقم الطبية بدت والأجهزة الأمنية والداخلية والبلدية بدنا نروح ندور عليه. ليش؟ لأنه متذاكي علينا أعطينا رقم التليفون غلط. وهون بلشت نصير نشكك بالأرقام ونشكك بجدية المتابعات. يطلع عنا يعني للأسف يطلع 20% من المصابين unspecified، مش معروف وين رقم تليفونه، لأنه عم بيعطوكي رقم غلط حتى رقم مهمية. معقولة هالقد في للأسف يعني عدم تحمل للمسؤولية؟ معقولة هالقد في استخفاف بالإجراءات الوقائية؟ يا عمي مش لألك، لا لأسرتك، للي حواليك. اليوم نحن عملنا تطبيق معا على أساس أنه اللي بيطلع بوزيتيف هذا التطبيق بينزل الأبليكيشن، بصير أي حدا مخالط لهذا الرقم بيجي مساج أنه فلان أنت خلطته من 4 أيام وطلع بوزيتيف. للأسف كل شيء أنت عم تعمليه لتحصني أكثر المجتمع لو وقفنا حملات. مع الشيء بدي كمان أقول هون نحن عنا 20% من فريق الترصد الوبائي عنا مصاب ويعاني ويتبع عمله من منزله. كل عندهم كورونا عم بيلقطوا مثل ما عم تلقط الناس، ولكن ما تخلينا عن مسؤولياتنا. بس أنا بدي أسأل سؤال، إذا كل هالجهد اللي عم بينعمل والاستبسال اللي عم بينعمل من كل الأطقم الطبية وبعض الجهات البلدية والأهلية والنتائج عم بتكون سلبية، طيب شو المطلوب؟ شو بيعمل وزير الصحة وشو بيعمل وزير الداخلية وشو بتعمل الدولة؟ طيب نحن كنا سوا شركة للأسف بواقع مرير، بدنا نتحمل مسؤوليته. ما نحط الحق على حدا، خلينا نتشارك المسؤولية وخلينا نعرف إذا ما أخذنا خطوات كل واحد على مستوى خطوة مسؤولي وقرار من ضمير كل واحد منا، مش هنوصل لنتيجة. نحن جايين على موسم الشتاء، هي بلش الشتاء، بلشت الانفلونزا، بلش الكورونا، بلش السبريدينج، بلشت الظروف المناخية تساعده للانتشار أكثر للفيروس. وهيد بيتوجب أنه نعمل إجراءات صارمة أكثر. طيب معالي الوزير، لكل المواطنين أنه بكفي استنشاء، كفى استنشاء وكفى خفي تعاطي بالخفي مع الموجات المتتالية للفيروس. نحن ما بقى نحمل البلد عم بيعاني ما يعانيه. خلينا نحافظ على اللي منحبهم، خلينا نكون صادقين مع نفسنا، نتكل على نفسنا، ومش نقعد نقول الحق على غيرنا. كل واحد يرمي المسؤولية على حاله قبل ما يوزع المسؤوليات على الآخر. معالي الوزير، شو آخر المعطيات حول جهوزية المستشفيات الخاصة لاستقبال مرضى كورونا؟ يعني أنا بعتقد المستشفيات الخاصة بموجب آخر تعميم عملته من الأسبوع اللي كان موضع نقاش جلسة السراي بوجود نائب المستشفيات، بلشوا التعاطي جدي أكثر من الأول، ولكن دون المستوى المطلوب. نحن كمستشفيات حكومية وفق الخطة اللي وعدنا فيها 300 سرير اللي نحن صرنا منجزين منه شو 220 سرير، وبعد عندنا 80 سرير قيد الإنجاز. هيد ما بيكفي، بدنا أدن من المستشفيات الحكومة الخاصة. مش ممكن 30 مستشفى حكومي يقدموا 250 سرير حتى أكون دقيق بالأرقام، و 130 مستشفى خاص ما يقدموا أدن. يا أخي أنا ما بدي، إذا نحن
إذا نحن من 30 مستشفى 10% بدي منهم هن يعطونا 250 سرير قد اللي قدموه المستشفيات الحكومية. بيكون المجتمع اللبناني بخير. وأضف أنه هيد ما بيكفي، بدنا إجراءات، بدنا حجر منزلي. يعني هون أنا مع شيء تسمحي لي كمان في الثلاثة ما أقول أنه اليوم عندي 15,000 تيست معمولين امبارحة، 1888 إصابة، خليني أقول 2000 إصابة. إذا كل مخالط، كل واحد مصاب عنده مخالط 10، هو 20,000 تيست. يعني 2000 واحد بعشرة 20,000 تيست. طيب ما عندنا قدرة، نحن قادرين نعمل الماكسيموم، الماكسيموم 15,000 تيست. إذا رح يكون عندي 5,000 واحد ضايعين بين الناس وعطيني أرقام تليفونات غلط، ولا مش عم بقدر أتقصاهم ولا أتبعهم ولا عملوا مفحوصات. إذا قبل ما يصرخ المواطن يقول دخيلكم وتعالوا وخذوا لي فحص وأنا طلعت مخالط، عود ببيتك يا حبيبي أسبوع لحالك، افرض على نفسك هيد الحجر المنزلي الإلزامي، خفف عن الناس اللي بحاجة إنها تعتاش وتتنفس وتطلع تشتغل وتسترزق بهالظروف الصعبة، ولا تكون أنت شريك ب للأسف نفس كل السياسات للتبعيد، إما للحفاظ على العيش الكريم أو لتوقيف الانتشار الوبائي الخطير. شكرا لوزير الصحة الدكتور حمد حسن. مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس الأبيض لفت إلى أن النقاش يجري الآن حول ضرورة فرض الإغلاق العام أو تجنب ذلك، واعتبر أن الزيادة المضطردة في الحالات وخروج الوباء عن السيطرة لن يترك لنا مجالا لممارسة حياة طبيعية أو استعادة حركة اقتصادية. تحقيقات المرفأ بعد هذا الفاصل. دولة لبنان الكبير، المئوية الأولى، صلابة وطن، جهالة حكام، نجاحات وإخفاقات، ولاءات وخيانات، انتماءات واحتلالات. لبنان الكبير من الاثنين إلى الجمعة بعد نشرة 8:15 والإعادة بعد نشرة 5:15 عبر صوت لبنان. في منشات المساء اليوم الخميس: ما الفرق بين ترامب وبايدن أيا يكن الفائز في السباق إلى البيت الأبيض؟ وما الانعكاسات المحتملة على أزمات لبنان والمنطقة؟ وماذا عن التطبيع بين إسرائيل والعرب؟ الجواب مع العميد الركن المتقاعد نزار عبد القادر. منشات المساء من صوت لبنان بعد نشرة 5:15. إعداد وتقديم جورج شاهين. ما هو خطر الأزمة المالية والاقتصادية وتداعياتها على التعليم الجامعي في لبنان؟ ماذا عن الجامعات المخالفة؟ وهل التعليم عن بعد يفرض إعادة النظر بالمنهج الجامعي وبالأقساط؟ نقطع السطر يفتح الملف مع رئيس جامعة القديس يوسف البروفيسور الأب سليم دكاش، ومداخلة لعميد الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة الدكتور أندري بخعازي ومعنيين. الخميس بعد نشرة أخبار 8:15 مع نواليشا عبود عبر صوت لبنان. نقطع السطر. يمكنكم طرح أسئلتكم عبر استخدام هاشتاج نقطع السطر من خلال عنوان صوت لبنان على تويتر @صوتلبنان. تظاهرة أمام منزل القاضي صوان رفضا للتأخير في تحقيقات انفجار المرفأ. تراز الخوري. هتافات وشعارات أهالي ضحايا المرفأ كانت واعدة ومتوعدة، وطالبوا القاضي فادي صوان إما بقول الحقيقة أو بالتنحي. ماذا قالوا؟ مطلبي العدالة أهم شيء، المال وما المال غير المال هيدا ما بيفيدني، العدالة. هول شباب مظلومين راحوا فدا لقمة العيش اللي كانوا هني عم يشتغلوا لحتى يحصلوها لأولاده، فنحن كل ما طالبنا إحقاق الحق والعدالة تكون على الأرض. نحن منطالب بالعدالة القصوى اللي له، لأنه نحن دم أولادنا ما بيروح هذا. البيان تلته ندى آغا وطالبت فيه بمعرفة الحقيقة ودعت بمحاكمة الفاعلين أمام محكمة الشعب. ماذا قالت؟ جئنا نحن من هذا الشعب لنقول صراحة وبأعلى صوت إن المماطلة 3 أشهر تجعلكم مسؤولون
ولن يفلت أحد من الإهمال، وسوف تحاكمون، سوف تحاكمون أنتم وكل الفاعلين أمام محكمة الشعب. وهكذا وبالرغم من الأمطار الغزيرة كثف أهالي ضحايا المرفأ من تواجدهم أمام منزل القاضي فادي صوان وسط إجراءات أمنية مشددة مطالبين بقول الحقيقة. تراز الخوري، صوت لبنان. رئيس حزب الكتائب سامي الجميل قال عبر تويتر 3 أشهر مرت على انفجار مرفأ بيروت وتهم تلصق بصغار الموظفين، في حين أن الأمطار تتساقط داخل المنازل في المنطقة المنكوبة التي لم ترمم بعد، لأن هم المنظومة الفاشلة والمجرمة تقاسم ما تبقى من جبنة الدولة العفنة. ومن تداعيات انفجار المرفأ سقوط مبنيين خاليين من السكان في المدور الأشرفي من جراء الأمطار. بعد كشف بلدية الغبيري عن تعرض مستودعات الطحين في المدينة الرياضية للمياه والرطوبة والهواء، غرد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راؤول نعمي قائلا إنه تم تخزين حوالي 7000 طن من الطحين بشكل مؤقت وبسعي من الجيش اللبناني، مشيرا إلى أن ما عرض يظهر مواد تعرضت للتلف أثناء عملية تفريغ ونقل البضائع. بعد اجتماع بين وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني ودانيال جيمس مدير شركة ألفاريز أند مارسل المولجة بالتدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان، أوضحت جيمس أن اللقاء لتقويم ما إذا تم توفير المعلومات الكافية من قبل المصرف المركزي بما يسمح للشركة بأن تباشر عملية التدقيق الجنائي. واليوم يزور ممثل شركة التدقيق بعبدة لعقد اجتماع مع رئيس ميشيل عون. مصرف لبنان كان قد لفت إلى أنه يمكن للدولة اللبنانية طلب كشف مفصل عن كامل حساباتها وتسليمها إلى الجهات التي ترى أنه من المناسب إطلاعها عليها، الأمر الذي يجنب مصرف لبنان مخالفة قوانين السرية الملزمة قانونا والتي يترتب على مخالفتها عواقب جزائية. وأعلن أنه سلم وفقا للقانون كامل المستندات التي طلبتها كل من شركتي التدقيق. أرجأت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف محاكمة المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج والمقرصن إي غبش إلى 2 كانون الأول المقبل في ملف تلفيق جرم التعامل مع العدو الإسرائيلي للفنان المسرحي زياد عيتاني. في حصيلة يومية قياسية سجلت الولايات المتحدة حوالي 100,000 إصابة جديدة بكورونا وأكثر من 1,100 وفاة. ألقت الشرطة الفرنسية القبض على قاصر يشتبه بأنه على اتصال بمنفذ هجوم نيس الأخير. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد في مقال نشرته صحيفة فاينانشال تايمز أن فرنسا في حرب ضد الانفصالية الإسلامية وليس بتاتا ضد الإسلام، وشدد ماكرون على أنه لن يسمح لأحد بأن يقول أن فرنسا تزرع العنصرية تجاه المسلمين، معتبرا أن تصريحاته قد تم تحريفها. أعلن مجلس الوزراء الأثيوبي حالة طوارئ لمدة 6 أشهر في ولاية تيغراي، وأمر رئيس الوزراء قوات الدفاع الوطني ببدء هجوم عسكري ضد جبهة تحرير الشعب تيغراي، متهما إياها بتجاوز الخط الأحمر من خلال مهاجمة قاعدة قوة الدفاع الوطنية الواقعة في الولاية. الأحوال الجوية مع عباس عبيد من مصلحة الأرصاد في مطار رفيق الحريري الدولي. الحال العامة منخفض جوي يؤثر على مناطق الحوض الشرق المتوسط ولبنان ويستمر تأثيره حتى يوم الجمعة حيث ينحسر تدريجيا. الطقس متوقع في لبنان يوم الخميس غيم مع استمرار درجات الحرارة بانخفاض التي تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتشكل الضباب على المرتفعات، كما تتساقط الأمطار بشكل متفرق تكون غزيرة أحيانا خاصة شمال البلاد مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة خلال فترة قبل الظهر، كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 2300 متر وما فوق. يتحول الطقس إلى غائم جزئياً اعتباراً بعد الظهر ويبقى احتمال تساقط بعض الأمطار المتفرقة شمال البلاد. الجمعة غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل دون تعديل على الجبال والداخل، كما يتكون الضباب على المرتفعات أحياناً مع احتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة خلال الفترة الصباحية ويتحسن الطقس تدريجياً خلال النهار.
السبت الغيوم الغائم جزئيا مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة. درجات الحرارة المتوقعة للساحل اليوم الخميس تتراوح بين 14 و 22 درجة، فوق الجبال بين 9 و 13، وبالداخل بين 10 و 14 درجة. كان في هذه النشرة عمليات فرز الأصوات متواصلة لتحديد الرئيس 46 للولايات المتحدة. بايدن يحصل حتى الساعة على 264 صوتاً في المجمع الانتخابي مقابل 214 لترامب. الرئيس أمين الجميل للأو تي في: اللبنانيون يعرقلون التأليف بفعل المحاصصة. هيج نتكل على الخارج، نتكل شوي على حالنا، ما حدا معرقلنا اليوم تشكيل الحكومة بقدر ما نحن معرقلين. 9 وفيات و1888 إصابة جديدة بكورونا وقرار إقفال البلد معلق، ووزير الصحة لإذاعتنا: تعاطي المستشفيات الخاصة دون المستوى المطلوب. والآن جوزيف عزار ورشوان اللئيس ضمن مئوية لبنان الكبير. نشرة انتهت، شكرا للمتابعة.